فجان قصر الحصن الذي ينطلق على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الصباحية والتحديات الجميلة. إذن شوطنا السابع عشر والمخصص للحجايج القعدان في هذا الانطلاق. نتواصل معكم ونتابع الصدارة، نتابع المقدمة، ويأتينا هنا الفحل على الصدارة على المقدمة أو بحر، بحر من وصل لمحمد بن يمي اللوهيبي على الصدارة، وعلى المقدمة هملول في المركز الثاني حمد بن محمد بن حمد رعشية العامري، وعلى المركز الثالث يتواجد من الجانب الآخر الفائز خليفة بن سلطان بن رشيد الاجتبي من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والقادم هنا في هذه اللحظات ياتينا سراب العلي بن عبيد بن سالم بن علي من ينطلق على المركز في هذه اللحظات الرابع. وفي المركز الخامس مستحيل لمحمد بن راشد بن حمد الدرعي من ياتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس مياس نايد بن مسلم بالزفنة العامري من ينطلق على المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع والقادم هنا وضاح عمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري من ينطلق سابعا. وفي المركز الثامن، المركز الثامن سراب سيف بن سلطان الحميدي لقتبي من ياتينا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع يأتي هنا الصاهر لأحمد بن هلال بن أحمد بإبراهيم، وعلى المركز العاشر وعاشر المنطلقين بهذا الأداء. الله 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 الله، شاهين من تسلل على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا تهانينا لسعيد بن راشد بن سعيد اللي يبري على هذا الفوز الجميل شاهين ولحظة وصوله واقترابه إلى خط النهاية، معلن الفوز معلن الناموس. تهانينا على هذا الأداء الجميل، تهانينا لسعيد بن راشد بن سعيد اللي يبري على هذا الفوز الجميل ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. المركز الثاني لسيد رشيد بن غدير بن سعيد نكتب المركز الرابع. الثالث سيد راشد بن سالم بن راهد السعدي. أما المركز الرابع مشاهدينا الكرام لعبيد بن أحمد بن حوت العامري. وفي المركز الخامس من وصل مصيحان سالم بن علي بن خميس لعويسي من وصل على المركز الخامس. هذه نتائجنا للخمسة المراكز الأولى، دعناها على حضراتكم. نعود مشاهدينا الكرام بالتهنية لسيد سعيد بن راشد بن سعيد اللي يبري على هذا الأداء الجميل على فوز شاهين بالمركز الأول، ومشكور يا أيضا يا ناصر يا بن راشد بن سعيد اللي يبري على هذا الأداء المميز الجميل. وهنا لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس على هذا الأداء الجميل لشاهين، وسجل 6 دقائق ثانية واحدة خمسا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. بينما المركز الثاني كان من نصيب شاهين أيضا السيد رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي، وسجل توقيتا زمنيا مقدارا 6 دقائق ثانيتين 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث من فاجأنا هنا ووصل على ثالث المراكز أشقر راشد بن سالم بن راشد السعدي ب6 دقائق 3 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الأخوة الفائزين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في كل مكان، نحييكم أجمل تحية عبر هذا المهرجان، مهرجان قصر الحصن وانطلاقة أشواطنا المتواصلة. شوطنا الثامن عشر أعلنت بداية انطلاقته مع الحقائق عبر شاشة أبوظبي الرياضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين. تتواصل الانطلاقات في هذا